جزيل الشكر، ذكرت نقاط جدا مهمة، بدي أشكرك، أتمنى لك كل خير، شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا لك أختي مان. هلا. نحن نحب دائما أيضا أن نلقي الضوء على الوجوه المشرقة في مجتمعنا العربي، كلنا شعرنا بالفخر والاعتزاز عندما تم إعلان قائمة من الباحثين العرب ضمن أفضل 2% من علماء مؤثرين في العالم. نحاول من خلال برامجنا في راديو مكان أن نستضيفهم واحد تلو الآخر لنتعرف عليهم، لنسمع عن أبحاثهم، وأيضا لنشد على أيديهم ليكونوا هم بمثابة المثال الذي يحتذى به. البروفيسور مراد غانم، باحث في معهد فولكاني للأبحاث الزراعية. صباح الخير بروفيسور مراد. صباح الخير علينا أختي معنا. هلا تحياتي. أنت واحد من هذه الوجوه الباحثين الذين ذكروا في القائمة، وعندما نقول الأبحاث الزراعية بهمني أسمع من حضرتك ماذا تفعل بالضبط، لأنه بالذهنية كنا نفكر تعرف إحنا أساسنا كلياتنا فلاحين الأرض، وسيدنا بزرع الأرض وبنزرع الزيتون وبنزرع البندورة، ولكن أنت أخذت هذا الأمر لأبحاث أكاديمية علمية بمستوى عالي، حدثنا. طبعا الزراعة الموجودة اليوم مش الزراعة اللي كانت قبل 30 و40 و50 سنة، اليوم طبعا في أبحاث زراعية جدا متقدمة، وهدفها دائما التقدم نحو الأفضل، إما كان أصناف جديدة أو طرق جديدة لمكافحة الأمراض والآفات الموجودة في الزراعة. فإذا قبل 20 و30 سنة كنا نعتمد بس مثلا على رش الكيماويات، اليوم في طرق جديدة اللي المزارعين بدأوا يستعملوها، أو إحنا يعني بنفكر إنه نقدر نطورها لسبب واحد، إنه عدم استعمال مثلا مواد كيماوية واستعمال طرق جديدة مثلا اللي بتعتمد على طرق حديثة في البحث مثلا. وماذا تشمل أبحاثك أنت بروفيسور مراد، يعني ما قمت به أكاديميا علميا بحيث أنك من ضمن هاي القائمة المشرفة؟ أنا مجال بحثي بتعلق بالآفات الموجودة في الزراعة، الحشرات، وبالأساس الموضوع اللي بختص به الحشرات اللي بتنقل أمراض بالنباتات مثل الفيروسات والبكتيريا. طبعا زي ما في عندنا في البشر وبالحيوانات فيروسات وبكتيريا، في بالنباتات برضو، ومجال بحثي بيتعلق بهذا الموضوع، كيف الحشرات بتنقل فيروسات وبكتيريا بين النباتات وعشان هيك بتسبب امراض، وابحاثي بتتعلق بطرق لمنع نشر هاي الامراض، طبعا بطرق حديثه زي الهندسه الوراثيه اللي من خلالها نقدر نأثر على نقل الأمراض. طبعا الطرق القديمة كانت إنه نرش كيماويات نمنع هاي الحشرات، في اليوم طرق جديدة اللي نقدر إحنا نتدخل بالعلاقة بين الفيروس أو البكتيريا والحشرة ونمنع نشر هاي الأمراض. لوين وصلت أبحاثك بروفيسور مراد؟ اليوم في طبعا نعرف مثلا تعرفنا على كثير بروتينات اللي إلها وظيفة في نقل هاي الأمراض، في قائمة من البروتينات اللي إحنا إذا نقدر نتدخل بإنتاجها داخل الحشرة مثلا نقدر نمنع نقل فيروس أو بكتيريا. طبعا التدخل بيتم بطرق هندسة وراثية، وطبعا هاي البروتينات هي أحد الأهداف اللي كثير شركات اليوم بتدور عليها مشان تطور طرق حديثة للتدخل ولمنع هاي الأمراض. طبعا طرق كل هاي الطرق احنا دائما نرمو انه الطرق تكون مش طرق كيماوية، لانه اليوم بكل العالم بتوجهوا نحو عدم استعمال مواد كيماوية ومواد سامة واستعمال طرق حديثة. بروفيسور مراد، معهد فولكاني اسمه عالمي صار، لأي مدى عم بتشوف إنه بالفعل في اهتمام بأبحاثكم أيضا في دول اللي محتاجة إلى تطوير زراعي، دول صحراوية، دول اللي محتاجة إنه تنقل حالها أيضا لمكان آخر من ناحية ضمان مأكولات ومزروعات للمواطنين فيها؟ طبعا أحد أهم المشاكل اليوم موجودة بكل العالم هو إنتاج الغذاء اللي يكفي لكل العالم، طبعا لأنه
سكان العالم بازدياد كل الوقت، ومعهد بركاني من طبعا في كثير ابحاث زراعيه، بس من اهم اهدافه هو نشر كل الابحاث اللي بنكون فيها بكل العالم، طبعا ومساعده معاهد ابحاث اخرى بالاساس بالدول المتطوره مثلا بافريقيا بجنوب امريكا. عشان هيك قسم من الاشياء اللي بنعملها هو انه كثير بنسافر لدول زي هيك وبننشر هاي الابحاث. طبعا ابحاثنا مش بس زي ما قلت ابحاثي اساسيه او زي بيقولوا لها بيسك ساينس، طبعا في كثير ابحاث تطبيقيه اللي احنا بنقدر نطبقها من نشتغل عليها السنه الجايه نقدر نطبقها، وهي هاي الاشياء اللي الدول المتطورة بحاجة. نعم. عشان هيك كل الوقت في علاقة مع دول ثانية. بروفيسور مراد غانم، تعرف ليش بهمني مقابلة مثل هاي معك؟ لأنه إحنا من خلال هاي المقابلات بنعطي بصيص من الأمل لشبابنا وفتياتنا اللي بتعلموا في الجامعات. بدي منك هيك كلمة حتى نحثهم، السماء هي الحدود، ممكن يوصلوا لأعلى المراتب، ممكن يكونوا من أشهر علماء العالم، ماذا تقول؟ اللي بدي أقوله إنه فيش شيء مستحيل، هي عادة أهم فترة إحنا طبعا لما كنا طلاب في المدرسة أهم فترة كانت هي فترة الثانوية، اللي بعدها الواحد بيصير يفكر شو بده يصير، شو بده يساوي، شو وكثير إحنا بمجتمعنا العربي طبعا أهم شيء دائما إنه نتعلم ونبدأ نشتغل. وأنا حسب رأيي ولا مرة تفكروا إذا في شغل ولا لا بعد التعليم. عادة روحوا يتعلموا الأشياء اللي بتحبوها ومن هناك أنتوا توصلوا لكل محل بدكم إياه إذا رحتوا وتعلمتوا الشغلات اللي بتحبوها. أنا من أحد المواضيع اللي كثير حبيتها هي الأحياء، علوم الأحياء بالمدرسة الثانوية. من هناك كملت للجامعة للقب الأول والثاني والثالث وطلعت برا كم سنة وبعدها رجعت صرت باحث وصرت من أشهر الباحثين في العالم، وهذا الإشي يعتبر بالنسبة لنا فخر واعتزاز. بروفيسور مراد غانم الباحث في معهد فولكاني للأبحاث الزراعية، كل الاحترام، دائما نتمنى لك النجاح والتوفيق. شكرا بروفيسور مراد، تحياتي. أهلا بك. والمحطة الأخيرة هي المحطة الرياضية، ومعنا فيها اليوم أسامة عامر. صباح الخير أسامة. صباح الخير يا مان، صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات. إيش